نحو 50 عاماً على ذكرى تأسيس الحركة الناصرية في اليمن، التي تعود جذورها الفكرية إلى السنوات الأولى لقيام ثورة 23 من يوليو عام 1952 في مصر بقيادة جمال عبد الناصر. إلا أن الحركة الناصرية لم تتبلور في اليمن في إطار تنظيم سياسي إلا في منتصف الستينات عند تأسس التنظيم الناصري كتنظيم موحد لليمن شمالاً وجنوباً. دخلت الحركة الناصرية في مواجهة مبكرة مع نظام صالح، خصوصاً بعد مرحلة اغتيال الرئيس الشهيد إبراهيم محمد الحمدي، الذي باغتياله تم اغتيال المشروع الجمهوري السبتمبري واغتيال مشروع التصحيح الذي كان له حضور فاعل فيه. تبلورت على إثر ذلك انتفاضة أكتوبر بقيادة عيسى محمد سيف، والذي قدمت حينها الحركة الناصرية العديد من الشهداء، خصوصاً بعد الإجهاز على الانتفاضة وتعرض كوادر التنظيم للتنكيل. بعد سنوات من الملاحقة الأمنية لكوادره، ظهر الحزب للواجهة مع عشرات الأحزاب التي أعلنت عن نفسها عقب قيام الوحدة اليمنية. شهد الحزب محاولات تفتيت كثيرة، وقام النظام السابق بتفريخ عدد من المكونات الحزبية التي خرجت من عباءة التنظيم الأم، عقود من التهميش والإقصاء وغياب الفعالية والتأثير، اقتصر في أغلب الأحيان على دائرتين انتخابيتين وعدم تمثيله في الحكومة، حتى جاءت ثورة فبراير فأعادت الحزب ومعه أحزاب اللقاء المشترك لواجهة الأمور. وضعت تلك الأحزاب بعدها أقدامها على عتبة السلطة وأصبحت شريكة في الحكم والتسوية. في معركة الشرعية والوقوف ضد الانقلاب، كان للتنظيم الناصري حضور مبكر في مواجهة الانقلاب سياسياً ومدنياً، وكذلك الإعلان الصريح بتبني مخرجات الحوار الوطني مع كل الأطياف السياسية والتحول نحو الدولة الاتحادية. استطاع الناصريون إحداث عملية تجديد في كوادره القيادية في الصف الأول والثاني، وتبني خطاب وطني خلال جولات مؤتمر الحوار، وعبر عن رفضه لاتفاق السلم والشراكة الذي وقع تحت هيمنة سلاح الميليشيا. يرى مراقبون أن خطاب بعض كوادر الناصري تجاه الآخر وما يحمله من مضامين شمولية أبرز المآخذ على التنظيم، وكذلك غياب المراجعات الفكرية لمواكبة التحولات التي تمر بها الحركة الوطنية والدولة الوطنية الديمقراطية في بلادنا.